أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق، وأحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي قائم بين ظهراني المسلمين. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلما أسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بل عبد الرحمن. ذاك هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فكان ثامنة من دخل في الإسلام بعد إسلام الصديق بيومين، ولقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر وثبت وصدق وفر بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدينه. ولما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، كان في طليعة المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله. ولما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقال سعد لأخيه: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعندي بستانان ولي امرأتان، فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه، وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك. فقال عبد الرحمن بن عوف لأخيه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله، فجعل عبد الرحمن بن عوف يتاجر ويشتري ويبيع ويدخر، وما هو إلا قليل حتى اجتمع لديه مهر امرأة فتزوج، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أتزوجت؟ قال: نعم. فقال: وما أعطيت زوجتك من المهر؟ فقال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم، أي اصنع وليمة ولو بشات، بارك الله لك في مالك. قال عبد الرحمن بن عوف: فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن بن عوف في سبيل الله حق الجهاد، فقتل عدو الله عمير بن عثمان بن كعب التيمي، عليه من الله ما يستحق. وفي غزوة أحد حين تخلف الرماة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، انهزم المسلمون بعد الانتصار، فثبت حين زلزلت الأقدام، وصمد حين فر المنهزمون، وخرج من المعركة وفيه 24 جرحا بعضها عميق تدخل فيه يد الرجل. ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله، فما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يجهز سرية، فوقف في أصحابه وقال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث سرية. فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال: يا رسول الله، وقال: يا رسول الله، عندي 4000، 2000 منها أقرضتهما ربي، و2000 تركتهما لعيالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أمسكت. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها في حياته، كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال، فجهز جيشا كبيرا، وكان جيش الروم كثير العدد كثير العدة، والعام في المدينة عام قحط، والسفر طويل، والمؤونة قليلة، والخيول والجمال أقل، حتى أن نفرا من المؤمنين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه حرقة أن يأخذهم معه، لم يجد عنده ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فسموا بالبكائين، وأطلق على الجيش اسم جيش العسرة. عند ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنفقة في سبيل الله،
واحتساب ذلك عند الله، فهب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عند طليعة المتصدقين عبد الرحمن بن عوف، فقد تصدق ب200 أوقية من الذهب، فقال: نعم، تركت لهم أكثر مما أنفقت أطيب. قال: كم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر، أي لم يترك لهم شيء. ومضى الجيش إلى تبوك، وهناك أكرم الله عبد الرحمن بن عوف بما لم يكرم به أحدا من المسلمين، فقد دخل وقت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف، وما كانت تتم الركعة الأولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلين، واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه. فهل هناك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحدا إماما بسيد الخلق وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أن دخلت المدينة حتى رجت الأرض رجة وسمع لها دوي وضجة، فقالت عائشة رضوان الله عليها: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: قافلة لعبد الرحمن بن عوف 700 ناقة تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة رضوان الله عليها: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولثواب الآخرة أعظم، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة. وقبل أن تبرك النوق، كان البشير ينقل إلى عبد الرحمن بن عوف مقالة أم المؤمنين ويبشره بالجنة، فما إن لامست هذه البشارة سمعه حتى طار مسرعا إليها وقال: يا أم المؤمنين، أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم، أشهدك يا أم المؤمنين أن هذه القافلة جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله، وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر بالذهب فأخذوها جميعا، وكان عددهم 100، وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بالمال الجزيل، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كثيرا ما كانت تدعو له فتقول: سقاه الله من ماء السلسبيل، طوبى لعبد الرحمن بن عوف وألف غبطة. فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يقول: لقد أدركت صفوها وسبقت زيفها، يرحمك الله، ذاك هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه.